خلافا لما يروج له إعلام العدوان السعودي، يسيطر الجيش واللجان الشعبية على منطقة باب المندب متصديا لزحف الغزاة الذين يحاولون فتح جبهة جديدة في المنطقة، ويريدون من ورائها التأثير على خط الملاحة الدولية بهدف كسب صف المجتمع الدولي لصالحهم. يواصل الجيش المسنود باللجان الشعبية سيطرتهم على باب المندب في وقت ادعت فيه وسائل إعلام العدوان سيطرتها عليه، ورغم الحشد العسكري من كافة المجالات من قبل قوات العدوان ومن يقف وراءهم من دعم لوجستي وعسكري من القوات الأجنبية، إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تصديهم لأي زحف أو انتشار، حيث تمكن وبحسب مصادر عسكرية من إفشال زحفا ومحاولات جديدة للغزاة والمرتزقة للزحف إلى باب المندب، وكبدوا هم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. لم تعد المحاولات المتكررة للسيطرة على مضيق باب المندب من قبل العدوان فقط، بل أضحت انعكاسا لتحالفات إقليمية وتنسيق أمني وعسكري له خلفيته وأبعاده. فبينما يواجه العدوان ردا يمنيا مؤلما يتزايد كل يوم، تبرز مشاركة الكيان الصهيوني بالاعتداءات المتواصلة منذ أيام على المنطقة وتنفيذ الهجوم بتوجيهات صهيونية أعطت الضوء الأخضر لدول العدوان من أجل حماية مصالح الكيان بحسب مصادر إعلامية. أكثر من 5 أيام مرت دون أن يكون هناك استنكار دولي لافتعال العدوان مواجهة عسكرية في هذه المنطقة، والذي أراد بذلك تشكيل تهديدا واضحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية ومخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بحسب متابعين أن لدى العدوان مؤامرة خبيثة وأطماع حقيقية. أما مراقبون فقد حذروا من خطورة ما سيترتب على هذا العدوان من مخاطر كارثية على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب في حال نجحت التنظيمات الإرهابية من بسط سيطرتها والتحكم في أمن المضيق.